أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من المشهد اليمني. أيها الأخوة، تبقى انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، تبقى الصفحة السوداء التي امتلأت بالجرائم ضد الإنسانية، وأصبح العالم يعرف أنها ارتكبت هذه الميليشيا الكثير من المجازر المروعة ضد المدنيين الأبرياء، فترويع الأطفال والنساء، وأيضا لم تضع هذه الميليشيا حرمة للأعراف والقيم الإنسانية، فكان عنوانها العريض القتل والتشريد وتدمير كل شيء جميل في اليمن. لم تتوقف ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية من انتهاكاتها ضد اليمنيين، وفي كل يوم نسمع عن مجزرة جديدة تسجل في صفحتها السوداء. تقارير حقوقية صدرت مؤخراً أشارت إلى أن الانتهاكات بلغت ذروتها في بداية العام 2018. الآن هي تستخدم المواطنين كدروع بشرية، وأيضا تقوم بانتهاك المواثيق والعهود الإنسانية بانتهاكات صارخة للأطفال والنساء والشيوخ، وهذا في الحقيقة يؤكد بأن هذه جماعة مارقة لا تؤمن بالقوانين ولا بالمواثيق ولا بالعهود، وبالتالي على الأمم المتحدة الآن أن تسلط الضوء بشكل أكبر على هذه الانتهاكات، لأن مهمتها في اليمن هي تحقيق السلام وتحقيق الأمن واستعادة اليمن وأيضا حماية المواطنين من هذه الانتهاكات، معلم بأن الأمم المتحدة في الحقيقة ستكون هي طرفا مشاركا فيما يحدث في اليمن. مدينة تعز تصدرت تلك الانتهاكات، حيث بلغت في شهر يناير أكثر من 190 انتهاك تنوعت بين قتل وإصابات، أغلبهم من الأطفال والنساء. المنظمات الحقوقية والإنسانية رصدت تلك الانتهاكات لتعرف العالم بما ترتكبه الميليشيا بحق المدنيين الأبرياء. ميليشيا الانقلاب الحوثية مارست أعمال اعتقالات طالت المئات من المدنيين وزجت بالعشرات في سجونها السرية، ومارست ضدهم أعمال التنكيل والتعذيب. ميليشيا الانقلابية هي ميليشيا النازية المجردة من كل الأخلاق والقيم الإنسانية، وميليشيات لا تؤمن بالقوانين ولا تعمل بالقوانين الدولية. التهجير القسري جريمة وصفتها الكثير من المنظمات بالغير الإنسانية التي تمارسها الميليشيا بحق اليمنيين، وشردت المئات من الأسر وجعلتهم يبيتون في العراء ضاربة بكل الأعراف والقيم عرض الحائط. إجماع دولي ومحلي على أن ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية بالغت في أعمالها الإجرامية وتجاوزت كل القيم والأعراف الإنسانية. عبد الفتاح غلاب لبرنامج المشهد اليمني، عدن. أيها الأخوة، أحييكم وأحيي ضيفتي في هذه الحلقة من المشهد اليمني، الأستاذ جهاد الجفري، مستشار بوزارة الخارجية اليمنية. مرحبا بك معنا أستاذ. أهلا وسهلا فيك. مرحبا فيك. حقيقة الانقلاب الحوثي يعني قام بصورة السطو على الشرعية وسطو على المجتمع وسطو على يعني القيم كلها في اليمن، قيم الدينية التاريخية الثقافية، وبدأ يعمل على إزالة هذه، وما زال الآن يسعى في مسار السياسي ويحاول أن يقنع الناس بهذه الجريمة التي يرتكبها الآن. يعني صورة حقيقة الجريمة الكبرى في بعدها السياسي الحوثي الآن، نريد أن نقف عنده. يعني الآن الحوثي عمل انقلاب في اليمن وسحب، يعني عمل عملية تدمير للمجتمع،
تدمير كامل وشامل، وللأسف الحوثي مدعوم من إيران. فهناك قوى دولية خارجية داعمة بشكل قوي جدا للحوثي ولمسارات الحوثي، وهذا اللي يجعل الحوثي يشتغل داخليا وخارجيا. تتكلم عن المسار الخارجي، المسار الخارجي هناك عمل كبير للحوثي على مستوى الآن أصلاً المبدأ السياسي الذي يتعامل معه الحوثيون الانقلابيون من بدء هو سطو، هو انقلاب، هو قتل، يعني هو احتلال لصنعاء ثم احتلال لعدن ثم احتلال للمحافظات المدن، يعني لم يكن قانونيا وليس لهم شرعية حقيقة، لا دستورية ولا مجتمعية، يعني لا يملكوا أي حق في اللي يعملوه، فهم بالتالي لصوص قتلة مجرمين قادرين على أنهم يرتكبوا الجريمة بوجه وقح، لا يملكون الشعور بالذنب ولا يملكون الحياة تجاه المواطنين، تجاه الضمير، تجاه الله سبحانه وتعالى، فهم عبارة عن مسوخ يعني وحوش. أن عدم عندهم الضمير، لا يتعاملوا بأي ضمير، لا يتعاملوا بأي رحمة، وتزداد انتهاكاتهم يوم ورا يوم، تزداد أخطائهم يوم ورا يوم. ومن المتضرر الوحيد من هذا كله هو الشعب اليمني، حتى الثقافة السياسية اليمنية أستاذ جهاد، يعني المكونات السياسية اللي كانت في اليمن وتقود اليمن سنوات طويلة وأزمنة بمختلف تشكيلاتها أيضا هذه دمرت الآن أيضا، يعني حتى الثقافة والفكر السياسي اليمني لم يعد في اليمن الآن حاليا، خاصة بعد اغتيال علي عبد الله صالح، لم يعد أي قوة سياسية أو غير سياسية موجودة في اليمن غير الحوثي. إذا ما استثني طبعا الشرعية، هذه دستور وضعها مختلف. حاليا نحن نتكلم عن حالة الانقلاب الموجودة في الأرض، حالة الانقلاب، الانقلاب التي يقام بها الحوثي، لكن الشرعية الحمد لله أصبحت في مدن محررة الآن، وأصبح الآن في كفة تتوازن في القوى، والحمد لله أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل التحالف العربي أصبحنا قادرين على المواجهة القوية العسكرية وغير العسكرية أيضا على المستوى الشعبي. الكل أن الحوثي يفقد مصداقيته، يفقد أطراف أعضاء كانوا معه وناس كانوا معه، فقد كثير، فقد هو لا يكسب، هو يفقد، ولكن لا ينظر لمن فقدهم كخسارة، لأنه لا يهمه البشر، هو ميليشيات قتالية مجرمة لا تهتم بحياة الناس. فبالتالي كل اللي يعمله واللي يفكر فيه هو السطو والسيطرة على الدولة وعلى بسط النفوذ وعلى يعني إعطاء الضوء الأخضر لإيران في المنطقة العربية. في الوقت الذي تريد فيه هذه الطائفة المذهبية الانقلابية أن تقنع الناس بأنها يعني ممكن أن تكون أيضا طرحا سياسيا أو كلها فكر سياسي أو تعمل فعلا بشكل، نجد أنها تصفي اليمن من السياسيين اليمنيين، يعني حتى من الذين بدأ من صالح وأيضا من كان حوله وقبله وبعده أيضا، يعني حتى تفريغ اليمن من السياسيين، من المفكرين السياسيين الذين يمكن أن يقودوا المشهد السياسي اليمني، يعني كيف البلد يمكن هي عبارة عن ميليشيات قتالية، هي عبارة عن ميليشيات لا تحمل فكر، هي تحمل عقيدة مشوهة وتحمل سلاح. فبالتالي حتى الحليف اللي هو علي عبد الله صالح اللي كان حليف مع كل قواه اللي كانت مساندة لهم، اللي قدم لهم كل التسهيلات، غدروا بهذا الحليف. يعني هم يعني نقدر نقول انه كانوا في مرحلة الانقلاب الاولى عبارة عن الحوثيين وعلي عبد الله صالح مع قوامة القوة علي عبد الله صالح من الحرس الجمهوري و بعض المؤتمريين اللي كانوا معاه، فكانت في قوتين اللي هي الحوثي والمؤتمر اللي تبع علي عبد الله صالح، كانت تعمل على تحالف قوي ضد الشرعية. ولكن مع هذا استطاع الحوثي انه ينقض على حليفه وعلى القضاء على حليفه وتدمير، يعني تعاملوا حتى مع المؤتمريين اللي كانوا حلفاء لهم، تعاملوا معهم بكل شراسة. هم لا يقبلوا الآخر ولا يقبلوا الانتقاد ولا يقبلوا الرفض، هم يريدوا يكونوا مسيطرين ويكونوا يريدوا يكونوا القوة الضاربة في الأرض ولا سواهم، فبذلك هم لا يقبلوا أحد. فصعب أيضا، صعب أنهم يتقبلوا سياسيين لهم فكر آخر أو حتى رؤية أخرى، رؤية لا يقبلوها. يعني نفهم من هذا أستاذ جهاد أنه التعددية السياسية في مستقبل اليمن مع وجود هؤلاء هذا أمر غير ممكن،
وغير وارد في المستقبل، لأن هؤلاء هم يعني يعملون على القطبية الواحدة في السيطرة على اليمن وقيادة اليمن سياسيا، يعني لا يريد تعدي ما دام أنهم الآن حزب المؤتمر تشتت الآن وخسروا من كان معهم الآن ويصفون أيضا القيادات السياسية. أيوة، هذا يعني يوحينا بأنه مستقبلا هم فقط الذي يريد أن يكون موجودين، غيرهم لا أحد. هم يتعاملوا من مبدأ أنه لهم الأولوية ولهم الأفضلية وأنهم هم اللي لازم يحكموا اليمن، وأنهم يعني يحملوا فكر مريض لا يقبل بالآخر. هذا الفكر لا يتعايش مع الآخرين. اليمن متنوعة، اليمن ليست كأي دولة تقريبا، اليمن فيها تنوع جغرافي، تنوع سياسي، تنوع فكري، ثقافي، حتى مذهبي، في تنوع. صحيح. فصعب انك تجبر اليمن تكون بنوع واحد. ولها تجربة في عملية الديمقراطية، لها تجربة يعني فيها الحزبية، يعني الحكم الحزبي، تجربة الحزبية طويلة متنوعة، عدة أحزاب في اليمن. يعني العمل السياسي في اليمن يعتبر عمل بارز لأنه عمل قديم وعرف في المنطقة العربية، لكن الآن حاليا لا يوجد أي عمل سياسي داخل اليمن. إذا قلنا صنعاء، يعني نتكلم عن صنعاء، صنعاء اللي هي تحت الاحتلال الحوثي حاليا، لا يمكن يقبلوا مخالفين أو أصحاب رأي أو إلا إذا كنت من أي حزب، ولكنك تحت إبطهم، يعني تسير معهم في تيارهم. يعني تقريبا في كثير من الأحزاب اليمنية انشقت، شق مع الحوثي وشق مع الشرعية، هذا حدث يعني. لكن اللي هم مع الحوثي ليس لهم الوجود ككيان، وليس لهم الوجود كفكر. صحيح. إنما احتواهم وأصبحوا تحت إبط الحوثي، يتكلموا بلسان الحوثي. ولهذا نلاحظ أنه الخروج من عباءة الحوثيين هذا وارد ويحصل دائما بشكل مستمر حقيقة، عكس يعني الطرف الشرعي. يعني نجد كثير من الحقيقة الذين تحت إبط الحوثيين كما أشرتي، أنه عندما تتح لهم فرصة يخرجوا من هذا المشهد. أيوة، وبعد أن أدرى صالح كان كثير حقيقة. صحيح. يا أما مقبرين يا أما خائفين، يا أما أنهم كانوا لفترة من الفترات مقتنعين، ثم اكتشفوا مدى جرم هذا المكون، واكتشفوا مدى فداحة الخطأ اللي ارتكبوه بانضمامهم مع الحوثي. ففي ناس كثير يعني تتراجع، وسبب التراجع جرائم الحوثي نفسها، أفكار الحوثي نفسها، عقيدة الحوثي هي السبب في أنه الناس تنفر منه. يعني هو بنفسه منفر. صحيح. إلا لمن كانوا يحملوا نفس الفكر ونفس العقيدة. الآن البداية كانت بغزو حقيقة واحتلال لصنعاء، كان بقوة السلاح، يعني سيطرة على السلطة بالسلاح. عقبها أيضا في البعد القانوني والدولي قرار 22/16 أيضا، ورفض هذا المشهد كله وهذا التصرف، ووصفهم حتى وصفهم بالانقلابيين، وان عليه من يعود فعلا الى ما ورد في هذا القرار الاممي. يعني اذا الشرعيه السياسيه حتى يعني ليست موجوده، ليست متوفره لهم، لا في الاسلوب الذي استخدموه ولا في الجانب القانوني. اذا كيف يمكن للمواطن اليمني ان يقبل هؤلاء الان؟ المواطن اليمني لا حول له ولا قوه، المواطن اليمني داخل اليمن، داخل صنعاء، لا حول له ولا قوة. ولكن إذا كنا نتكلم عن من هم بعيدين عن سيطرة الحوثي، فالغالبية العظمى هم ضد هذا الفكر، ضد تعامل الحوثي. والحوثي حرمهم من وطن، حرمهم من استقرار، حرمهم من حياة. يعني نحن في اليمن، صحيح كانت اليمن دولة تعتبر من الدول الفقيرة، تعتبر دولة تنعدم فيها كثير من الخدمات، كان في ضعف، لكن كانت الناس عايشة، الناس عايشة والحمد لله، دراسة، عمل، رواتب شهرية، كانت يعني الحد الأدنى من الحياة متوفر. ولكن الآن حتى الحد الأدنى من الحياة غير متوفر. صحيح. يعني انعدم الحد الأدنى من الحياة. يعني لما يجي لك من يسيطر عليك ويوهمك أو يبيع لك وهم، ثم يكتشفوا أنه هذا الوهم لا وجود له، أعطاك حلم كله وهم، كله أكذوبة. صحيح. لما تجد انه هذا من خدعك باكذوبه، لا يمكن تستمر معه، وهذا الذي يحدث. ولكن لا زالوا الحوثيين يعني لهم عصاباتهم، لهم اياديهم، لهم نفوذهم، لا ننكر هذا. وهم ايضا اياديهم ممدوده بالمال لمن يريدوه، فبهذا هم كسبوا برضه مجموعه معهم. لا نستطيع ان نكذب على انفسنا ونقول انهم أقل، يعني أقل أو ليس لهم قوة، لهم قوة على الأرض.
كسبوها بالمال طبعا، بالمال وبالسلاح طيب. وبدعم خارجي. هذا يدفعنا إلى الممول، يعني هذا يدفعنا إلى سؤال له علاقة بالممول طبعا. وإذا قلنا الممول إيران واضح هي التي تدعم حقيقة، وجنوب لبنان أيضا حزب الله هو الذي يدعم هؤلاء ومن يعني يمر من خلالهم أو حتى جهارا يعني، وقطر لها يد في هذا الموضوع أيضا، حتى قطر معروفة سواء على المستوى الإعلامي أو مستوى الدعم. لكن الآن الوجه الآن المشترك السياسي بين الحوثيين وبين إيران في سواء في النشاط الخارجي، الممارسات لتمرير هذه الكذبة الكبيرة، أو على مستوى الداخل اليمني الآن كيف ترينها أنت ملامحها يعني؟ على المستوى الخارجي، إذا كنا نريد أن نتكلم على المستوى الخارجي، المستوى الخارجي إيران تتبنى هذا الأمر، نشطة وفعالة في هذا المجال. هي على مستوى الخارج لها نشاطات مستمرة باسم الحوثي. الحوثيين نشيطين في الغرب، تحركات قوية، يستميلوا الرأي الغربي والاتحاد الأوروبي والأمريكي يعني يستميلوا الغرب بالتباكي وبالشكاوى وإلى آخره من هذا الكلام، إضافة إلى أنهم يملكون الدعم ويملكون حرية التحرك. يعني الإيرانيين يدعمونها بهذا الاتجاه طبعا. الإيرانيين داعمين بقوة، وهم سيطروا حتى على يعني اقتصاد اليمن، سحبوا البنك المركزي يعني لهم في الأخير أيضا حتى الإعانة الإنسانية حولوها أيضا إلى هم يعني خلوا الناس من غير رواتب يعني. هل تحكمني وتقوعني؟ وهم خرجوا يقولوا أنهم عشان القرعة وأنهم علشان الأسعار، يعني الآن يظلموا الشعب، يموتوا الناس جوع وهم يتفرقوا. لا ما في شعور بالضمير. الضمير ده أخذ له إجازة طويلة عنده، ما أدري هو حي ولا ميت. لا ما أعتقد أنه يعني ما أعتقد أنه حي في هذا السيل من الدماء، لا يمكن أن يكون لك ضمير حي إطلاقا. يعني في أنانية كبرى عندهم في التعامل. صحيح لا، وفي دموية حقيقة، ودموية ضد اليمنيين قبل كل شيء يعني. لأن عندما نرى مآسي النساء والأطفال والمجتمع والقتل، مشهد علي عبد الله صالح حليفهم، هذا صورة أيضا من 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 السوء عندهم. خسرتهم بخسارة علي عبد الله صالح. تفضلي. هم عملوا الانقلاب على اليمن، هم على شعب اليمن، على حكومة اليمن. وهم قاتلوا ورفعوا السلاح على شعب اليمن، على من يعني. احنا لا نتكلم مثلا على الدول الجوار، لكن نتكلم على اليمن وحربهم على اليمن. هم يمنيين، ولكن يمنيين عاقين لوطنهم، عندهم حقوق للوطن، وعند يعني عاقين للانتماء، عاقين للإحساس بالآخرين، امتلكوا شعور بالجحود فظيع، يعني أصبح ولائهم لإيران، وكأنه تربوا وعاشوا وأكلوا من خيرات إيران، نكروا اليمن التي عاشوا في أحضانها وتربوا فيها، وهي أمهم، هي أرضهم، وخانوها. الولاء الأول والأخير عندهم هو الإيران، وهذا هو الأمر المؤسف. سياسياً هذا جهاد يعني، سياسياً إيران معروفة على مدى 30 عاماً أو أكثر الآن حقيقة، منذ بدأت ثورة الملالي، ومعروف أن السياسة الإيرانية دموية وأغرقت يعني كثير من الأقطار العربية بهذا الأذى حقيقة. يعني دخول الحوثيين في هذه القافلة الدموية الآن، وهم يرون إيران الآن بدأ العالم يعني يتحرك ضدها الآن، يعني هل لديهم إحساس بأنهم ممكن يدركوا شيء، أم أنهم خلاص أصبحوا الآن هم محكوم عليهم بهذا، واليمن يعني قد لا يقبلهم حتى؟ القضية هي ولاءات. القضية هي ولاءات. والمحب لمن يحبه يعني أعمى بلا شك، عين المحب لمن تحبه كليلة. صحيح. فيعني في حب شديد بمعنى الولاء، يحملوا ولاء عقائدي تجاه إيران. القضية هنا يعني لما يكون الموضوع هو موضوع ولاءات، هنا يكون سهل كسب الناس وسيطرة عليهم. صحيح. لما يكون في عقيدة تحركهم يكون سهل السيطرة عليهم. فإيران استخدمت سلوب العقيدة للسيطرة على الحوثيين وعلى من والاهم، مثلها مثل سوريا، مثل العراق، مثل الناس اللي هم يقاتلوا أبناء شعبهم في سوريا. صحيح. أو في العراق، هم من نفس البلد، مثل اليمنيين الحوثيين هم من نفس البلد يعني. لكن الولاء لمن؟ الولاء لإيران. وإيران عندها فكر قديم، تاريخ قديم، وهي أنها يجب أن تسيطر على المنطقة العربية كلها. يعني إيران تحمل الفكر السياسي الذي تهدف من خلاله السيطرة على الوطن العربي بشكل عام أجمع، ولكن بطريقة دينية عقائدية. لن تقول لن تأتي لواحد يمني ابن اليمن ترعرع في أرض اليمن وتقول له أريد أسيطر على بلدكم، لكن لا، تقول له أنت عقيدتك من عقيدتي، وإحنا نحمل دين واحد وهدف واحد وفكر واحد، وهؤلاء كفرة وهؤلاء وهابيين وهؤلاء، فتنزع الرابط
وتمزق المجتمع من أجل أن تسيطر. المناشط التي يقومون بها يعني في الساحات الدولية ومن يقومون بالنيابة عنهم حقيقة هو معروفة يعني إيران ومن في فلك إيران الآن بالنيابة عن الحوثيين، ما الذي يجب الآن على مثلا الحكومة الشرعية على السياسة في النظام الحكومة الشرعية أن تعمله الآن من أجل تصحيح هذه الكذبة التي الآن يروج لها الآن؟ يعني مفترض أنه لكل الحرب أنواع. رأيي أنه الحرب أنواع، في حرب عسكرية، في حرب إعلامية، في حرب ثقافية. صحيح. أنواع الحرب كلها حرب. صحيح. مادام في لك عدو فعامل العدو بكل الوسائل بكل الطرق الممكنة. صحيح. وهم يستخدموا الحرب الإعلامية بقوة، وقد يعني بصراحة هم جيدين وممتازين في هذا الحرب الإعلامية. من ضمن الاستخدامات الجيدة لدى الإيرانيين هي تفعيل منظمات دولية، تفعيل ناشطين سياسيين في الخارج، ارتفاع الصوت بالشكاوى، أصوات عالية جدا تصدح دائما داخل الغرب مرتفعة باستمرار إنه هناك حرب على اليمنيين السعودية، يعني ترويج هالكذبة الحقيقة، حتى يبدو للصورة استخدموها، حتى الصورة ما كانت صورة كل كاذبة، يعني حتى الصورة كانت كاذبة، يعني الصور لناس هم قتلوهم. نعم. بقصف حوثي. يعرضوها إنه هذا أنها من التحالف. استخدام قلت لك هذه هي الحرب، نوع من أنواع الحرب. استخدموا هذا الحرب. ما الذي يعني يفترض الآن أن يفترض التعامل بالمثل، يفترض إنه يكون هناك في نشاطات قوية في الخارج، مزيد يعني مزيد من هذه النشاطات الثقافية فيما يتعلق بالمعارض، ما يتعلق بالمؤتمرات، فيما يتعلق بالندوات، الحوارات، يعني هذه لابد مطلوب. يعني لابد انه يكون يعني ليس بمعنى لكل فعل رد فعل، انما استخدامات. استخدم ما يمكنك لتظهر عدوك وتظهر افعال عدوك وتظهر ايضا انك يعني انت لك حقية في اظهار هذا الشيء. لانه احنا كيمنيين مقتنعين بانه الحوثي هذا مغتصب ومجرم وقاتل، احنا كيمنيين دورنا ايضا ان احنا نظهر الجانب الاخر، نظهر انه الحوثي قتل والحوثي كذا، ونظهر انه التحالف العربي جاء لخدمة اليمن وجاء لنصرة اليمن. ولكن النشطاء والمنظمات والدعم الإيراني اللبناني قوي جدا، بحيث انه يظهر العكس، يظهر انه التحالف جاء لتدمير اليمن. لكن الحقيقة تبقى ثابتة، يعني اذا ما استثنينا يعني الرأي العام مثلا او التأثير الإعلامي على المجتمعات بشكل كبير، السياسي سواء كان اوروبيا او امريكيا او حتى شرق ايضا من الشرق والمستوى العربي والاسلامي عارف فعلا حقيقة هذه القضية، ودليل حتى الاصوات الاخيرة، حتى الاصوات الاخيرة ارتفعت اكثر منها قبل انه ايران هي وراء هذا الموضوع، سواء الامريكيين او البريطانيين او الفرنسيين ايضا لديهم ايضا حديث عن هذه الحقيقة. يعني المجتمع الدولي، الدول الكبرى، العالم، السياسة أساسا كلها هي مصالح. فحيثما كانت مصلحتك حينها تكون الكلمة ويكون الرأي. فالمصالح هي التي تتحكم. صحيح. يعني لا يمكن أنه تجزم بأنه يجب أن يتبعوا الحق. كلمة الحق هذه غير موجودة على المستوى، لكن يوجد دائما، ليست موجودة دائما يعني يعني إلا في الشرعية، شرعية ثابتة على الحق حقيقة يعني، ومع هذا هي تراهن على أن الحقيقة هي التي ستنتصر والعدل والصحيح هو الذي سينتصر، ولهذا مكاسبها على الرغم مما أشرت إليه أنت من أنه هناك عويل وهناك بكاء وهناك صوت وهناك محاولات تسويق إعلامي كبيرة، لكن على الأرض الانتصار للشرعية يعني على الجانب الإنساني الانتصار للشرعية وللتحالف الذي يعمل، يعني النتائج طبعا نحن نتمنى هذا اللي تقوله انت، نتمنى انت موجود فعلا، ليس امني طبعا موجود. في خطوات في خطوات كان بطيئا الى حد ما، لكن موجود خطوات، في خطوات يعني مثلا عدن تعتبر مدينه محرره، كثير من اجزاء الجنوب تعتبر مدن محرره، ولكن نستطيع ان نقول انها محرره ولكن عاجزه. محررة عاجزة يعني كالحي المشلول، ما زالت لم تظهر حقيقة حياة هذه المدن، فبالتالي ينعكس أيضا على المدن المحتلة، ينعكس ما يحدث على المدن المحتلة بالنظرة إلى شوفوا المحررة كيف فيها اغتيالات وكيف فيها يعني خلوكم معانا أسلم لكم ولا بيحدث لكم مثل اللي يحدث في عدن. هم خلف هذه الاغتيالات، خلف هذه الأمور يعني.
هل سيقبلوا سياسيا يعني مستقبلا؟ يعني هم الان يتحركوا ربما يعني نتيجه الحصار الان العسكري الان والدخول الى المناطق الحمراء التي تمركزوا فيها تاريخيا الان، تحركهم السياسي هل ترين انه هو استشعار فعلا بان الدائره ضيقه وانهم سيعلنون في لحظه ما الجلوس سياسيا للحديث والخروج باقل المكاسب يعني ممكنه؟ هم يعني رأيي أنه لا حول لهم ولا قوة، هم متحركين، هم مثل العرائس تحركهم إيران. فإيران لا تريد أن تسلم اليمن، لا تريد السلم في اليمن. صحيح. إيران ليس من مصلحتها أنه الحرب تنتهي، ولا من مصلحة إيران أن يعني تبقى المنطقة العربية في أمن وأمان، هذا أبدا ليس من مصلحة. صحيح. إيران. صحيح. فموضوع التحرك السياسي هو لابد انه يعني احنا كيمنيين نتمنى تنتهي الحرب. نحن نتمنى ان يعود الوطن امن ومستقر. اليمنيين الان يعني مشردين في اقصاء الارض، يعني في كل مكان الوضع سيء، فكل يمني يتمنى يرجع بلده ويتمنى الامن والامان، واذا في حل سياسي فنحن نتمنى الحل السياسي. اذا كان بيكون في عوده للرشد فالكل يتمناها، لكن هم فعلا قد يكونوا يشعروا بالتضييق ويشعروا بالخوف ويشعروا بالقلق. سيعود اليمن ان شاء الله استاذ جهاد، سيعود اليمن امنا ان شاء الله، لانه اليمن يعني سيبقى وطارئون على اليمن هم الذين سيرحلون حتى الايدي الغريبه التي امتدت اليه. يا رب يا رب. ان يعني نشكرك في نهايه اللقاء. شكرا لك على هذه الحلقه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اذا شكرا ايها الاخوه لضيفتنا في هذه الحلقه من المشهد اليمني الاستاذه جهاد الجفري مستشار بوزاره الخارجيه اليمنيه، تحيه لكم من فريق برنامج المشهد اليمني، ونلتقيكم ان شاء الله في حلقه اخرى في امان الله.